بالتشخيص اللي أنت كنت تتحدث عنه وأنت كنت تعني أن كل هذا كان في حكومة السيد العبادي، وأنت كأنه مو شرط. لا أنا ما قلت لك العبادي بس العبادي، حتى لا نحمل في العبادي في حكومة، أنا في حكومات السابقة. هسه أنتوا هذا القرارات 2013 كانت حكومة العبادي. لا أنا أتحدث عن القرارات ايه؟ اللي أنتوا اتخذتوها كبرلمان، هاي تمت في حكومة. لا قلت لك 13 و17 المفسوخة في عقودي، هاي في حكومة العبادي، والطلبة في حكومة العبادي. لا الطلبة مو حكومة، والحكومات 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 السابقة. نعم. واليوم يتكرر نفس المشهد، نفس المشهد إلى أن انفجرت الأمور. نعم. بمعنى هذا يؤشر أما القوى السياسية في حالة استرخاء، أما أن القوى السياسية مسيطر عليها بالتمام إلى الحد الذي لا تستطيع أن تحقق لشعبها مطالبه. زين ليش نقول القوى السياسية؟ أنا من أجيب القوى السياسية اختارت رئيس وزراء، ورئيس الوزراء اختار وزراء، الوزراء ذولا تابعين الأحزاب. أنت من قبلت رئيس وزراء وقبلت رئيس حكومة وجبت وزراء، هذول الوزراء تديرهم إدارة صحيحة وسليمة وتحاسبهم وتراقبهم. اليوم إحنا هسه في وزارات طلعت درجات وظيفة، فأنا أقول لك من هسه بس تنتهي التظاهرات أو تخف التظاهرات وما يشعرون خطر، كل الدرجات الوظيفية راح تروح للأحزاب، لأن الدرجات الوظيفية ساد نجم معناه قاعدة انتخابية في المستقبل. اللي يعين اليوم 1000 و2000 و3000 معناه كسب 3000 عائلة، و3000 عائلة وراها يعني قد تجيب لك مثلا 9000 إلى 10000 ناخب. هذا هو يفكر بالقضية، قضية إدارة الوزارة استثمار مادي استثمار انتخابي. شفنا هواي وزراء بعد أن خرج من الوزارة رشح للبرلمان، كان في هاي الكتلة وصار بهاي الكتلة، وراها عدة طموح أكثر يصير رئيس وزراء.